والدكتور عبد المنعم في البيت منظم بنفس الشكل اللي بنشوفه، وبيتكلم اوف. معانا بشكل مرتب وبشكل منظم وكل حاجة في مكانها، ولا في البيت في شخصية تانية فيها نوع من ال... ابدا نفس الشيء. هو انضباط شديد في ايه بقى؟ هو مهتم قوي بالرياضة، بانه كل يوم 6:30 ينزل يروح الجيم، يقعد 1:30 يرجع ياخد شاوره يلبس وكله ينزل مكتبه، ده لو في الأيام العادية. أما في وقت الشغل بيروح نفس الشيء، بس رايح على الشغل، ينزل مكتبه يراجع على الحاجات يعني الأخبار إيفن حتى وهو على الجيم بيتابع كل الأخبار على الآيباد الموجودة. فشغله أهم حاجة في حياته. أول حاجة قبل ما نتجوز قال لي بص يا مولي، معلش سوري، أنا اسمي مولي، ده الدلع يعني. طيب ما احنا عايزين نسمع برضه. مولي خلاص. فيقول لي بصي، أنا ساعات كتير جدا هتلاقيني سرحان. أقول له يعني إيه سرحان؟ وأنا معاك تسرح. انا بقى طبعا يعني لسه طبعاً بقى ما اعرفش ايه اللي امرأة بيحصل. بقى بتاع شوف هو في ايه، بيسرح في ايه؟ أيوة. يعني مين؟ قلت له يعني بص بقى، وبرقت بقى وحاجات. فقال لي في حاجات في شغلي، انا شغلي اهم حاجه عندي في حياتي، فلازم ده في البدايه خالص. في البدايه ليه حط الدستور العلاقه الزوجيه؟ الدستور تعاقد. بالظبط. قال لي بصي دي أهم حاجة في حياتي، شغلي أهم حاجة في حياتي، فهتلاقيني سرحان في شغلي مش في حاجة تانية. وبعدين عمنا سمعته سابقاه، بمعنى إيه؟ إنه هو إنسان محترم، كل الناس بتقول عليه إنه رجل محترم، رجل ذو شخصية سوية، ذو المهم. في الأول برضو كنت بتضايق شوية من حتة السرحان، فقلت له وبعدين يا عمنا أنا كل ما أجي أكلمك تسرح لي؟ قال لي الله، أنا مش قلت لك المادة رقم 2؟ أيوة. قلت له أيوة افتكرت. فيروح الموضوع، وابتديت شوية أتعود. وأنا الحقيقة كنت بشتغل قبل ما أتجوز عمنا، وكان عندي شركة ريال ستيت، وكنت بالصدفة بطلت الشركة، وقفت نشاطها، كانت يعني بتاعتي، فقلت المحامي وقف النشاط، عايز اريح شوية. يا دوبي اتجوزت عبد المنعم، يعني انا ده مشروع بعد الشركة. ده مشروع بعد الشركة، فبقى هو المشروع بتاعي. فالحقيقة وهو يستحق ذلك حقيقي. دكتور عبد المنعم، اعتقد انه هنبدا نقرا الصوره الاخرى اللي هي اعتقد لا تختلف كثيرا. ما هو الكلام اللي بتقوله ما احنا بنشوفه، الدكتور بيكون قاعد قدامي في المشهد سرحان برضه، ايوه في شغل حته ثانيه اتريه، بيطلع بفكره يعني يور رايت، ايوه بيغير المعادله اللي احنا بنتكلم فيها اصلا. صح. يعني قاعد كده ممكن يتخيل الحاضرين انه يا اما سرحان يا اما نايم. ساعات بتخض بس اقول ايه، لا بس الدكتور عبد المنعم ما بينامش. لا هو سرحان فجاه ينطفت بفكره، ينطفت برؤيه جديده. اي معنى يعني ده عشره بقى خلاص. اي فاعتقد ده انت بتشوفه في البيت كل بس.